نتقاد سوا التصنيف مثلا غير جان ديال الرباط، نتقاد الاخ نغ دانيال، نتقاد تكنيكو كاين غيره حنزير خو غير بنين، ومثلا العلوي مصطفى. يعشان معنا راديو تمازيغ اللي ويدي جنوب رقيته ما سوا التاسي مغربي النغ باش وصلك قار مغربي النغ الرجل ماضي ومان يلا غنغي وذاني خدامين غنغي وذاني النمغان، ولكن نسني الا مغاربة العالم ذا يسني جل عدد من الاطر ونبدت ورايا غاسبانيا غاسبانيا كما تنغ الحسن بالعربي جا الاستاذ جامعي للجامعة الالمانية دراسة الناس دميس من النظام ميس نتقبيتش من الزوجة الكبرى ميس النظام الشني يغراضي النظام يغراضي عرباط في اسبانيا غرناطة يخدم في الجامعة الألمانية حاصل على الدكتوراه طبعا الأستاذ النغي كيجن عام للبحث العلمي في هولندا الأستاذ النغي يعقب غاسبانيا يعقب غا ألمانيا يجي نهار أستاذ جامعي حاصل على جائزة الدكتوراه المميزة حاصل على جائزة الجامعة العربية عضو بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات متخصص للهندسة الكيماوية يتهتم سوى التصل آخر الناس دراسة الناس الكتابة الناس المشاركة الناس الإعلامية الاهتمام الناس مسائل الهجرة نير إمرأة بقواجي جامج ماضي ومال الأستاذ النغ نطاحها بزيش قبارة ونطاحها بزيش غال برنامج مش تجيد أو نزوانة مال إيش من ورد مزواري الإذاعة يتمشي داش تحسن غير وقتها اهلا وسهلا الاستاذ مينا مرحبا بزيل المغربين اللي غير سلام الذي المغرب الذي وراء وتشكاك اني وطاس تشكاك الاستاذ مينا في البرنامج المهم يتقن اجن قنداد جاي مغربيين بار راضي مغربيين داخل ونتمنى ان شاء الله التوفيق للبرنامج عفاك صحيت الاستاذ النغ انا حنيشان ربدا نتخذها مره انت خضار مسار اللي اختوذات اللي مغربيين غير جانا جماضي ومات بالخصوص خميتي ريشا ومغربي لنا يوض غير جمو مشان ذا سبحان سوطاس اذا البرنامج باش ندير نتقل الاخ ناصي ميموني قيد صور البرنامج باش اديري من نقول عن طريق الموقع الالكتروني الحمد لله انا رجل في التنقلت في دراسات البنك الدولي قال بانه 17% المهاجرين المغاربه غاصن كفاءات عاليه من يستوى الكفاءات عالية يعني ولين صغرين دبلوم انسان جامعي وخدمان وتتشارك ديال الاستثمار ديال البلد من يصدر الاستاذ ينو مرة نبد شوية غاسبانيا الظروف اسبانيا ماشي هي الظروف ان هولندا المانيا بالنسبة للطلبة النغ بالنسبة للمشاركة تمغاث النغ في جميع المجالات في اسبانيا واخا الظروف نهار اسبانيا ربما من انتداء اسبانيا انتداء الازمه العالميه انتداء الازمه الخانقه يخعدوا السوري يخعدوا ومازال عدوا خلاص اسبانيا الازمه بطبيعه الحال مستمر المجتمع الاسباني سوء قانون مزيان ولكن بصفه خاصه تمس المهاجرين هنا لان هنا يهون تسمى باش تاثر الازمه إذا الحالة المغربية تسمى بصفة عامة تسمى تدهور شوية مقارنة قبلي 2007 التصميم الأولى مثلا اللي عقبل عقبل المغرب التصميم الأولى يهاجران غا أوروبا الشمالية روح نزي بلجيك سنج قيدين ويازي إسبانيا ولكن ربما مش متفائل لان الظروف الاقتصاديه اسبانيا تعقبت احسن شويه غا شويه اذا شويه الصبر ربما ندوي المشتر التراني احسن عاد في اسبانيا بالنسبه للوضعيه انت مغاف في اسبانيا الاستاذ مشرف الدراسات خبحات مشاركات اعلاميه واسعه ان شاء الله مرسي شويه تخدم مغاف تخصصاتي بصفه مغاف بالنسبه لاسبانيا خشي غنغ بصفة عامة بالهجرة المغربية مؤخرا تلقاي إجو صوريف غبقا ميمي ولكن شي سنة إلى التاريخ الهجرة المعاصرة في بداية أواني الحرب العالمية الثانية لما تقول أوروبا تحتاج يوداني غيبنان تسمى أوروبا وأواني الحرب العالمية الثانية تبغى تحتاج شباب ذكور ذو سواعد قوية باش يتبنان ولكن ابتداء من السبعينات من اوروبا سمح للمهاجرين هذيك التجمع العائلي في ولاد وين تيبغى ينسن وين طاوا نسن شكل جنوات الجديد تسمى استمغارين اللي حجاني مزيانين يوث التمزيكا نهار في اسبانيا من نجد الهجره طول نجد الهجره في التسعينات زكا
ورفي عاوز النج تبغاري مهمة طاس يخدم دي في لاحا يخدم دي في ليسا دي جنوب اسبانيا الى اخره. ولكن في نفس الوقت غالب في مغارين ديبان مثلا دي اما الجيل الثاني الجيل الاول ايضا يروح الساعة تم الزيانين في مكين سن حقيت غالب مثلا يويد جوائز مهمة بالكتابة مثلا دي كاتالونيا رانا لدينا كروش رانا نجد الى اخره رانا تنجنين تي مازال من الساعه وانتاج الدرجه ثقافه عاليه نشاط نهار الكتب تويت الجوائز رانا في مغاري نعاود تلك الميدان تبرينير ولكن خصنا على الوقت باش تسمى ثمرات تبرهن على في القوه الناس لان يلا اسبانيا الهجره من اسبانيا وجبوا من الهجره بوليمانيا بوينا الهجره الجديده حديثا عن الظروف العلميه يعني المواتيه ما تيبتنا لنا واخا هادشي الجاليه زعما باش راسي جمهور راسي جمهور في تسمى متنوع لان بلا ما تسمى كوليج جن غاس تزورو في الناس كوليج غاس مستوى الناس كوليج الى اخره زمان اللي بلي مغربيين مراقين للحبس وزمان اللي مغربيين بلي مراقين للاساتذه الجامعيين ولكن هو بقي المجتمع كج المجتمع تحاول الأكثرية يعني ولاد تحاول أدوين القز مغروم خدمين بكل شرف بكل كرامة إلى آخره. يعني لأن فعلا مجموعة ولاد كذا أنه الظروف السنتيويين هنا مثلا ولكن تشغلني في القيع ماني ما حتى نجي نقدر في المغرب غنغر حبوسة إلى آخره. ولكن هذا لا يعني أنه القتل الطويل مجموعة ولاد أولي الجيل الأول يفضل الذهان تبرزن ديني في كل الميادين. دينا غنساوع ما 15% ما 20% ولكن بقى تسمى يجي القفزة نوعية انت عايشي تنهارا في اوروبا وخاصة في اوروبا انه انت في مغربيين تسمى يوضن غير مشان وعلان نظمي في مشاركة كمجلس التجارية المغربية بالخارج سي سي ام او كا يجو مسرقي يعني تصبح الطاس ماري ولا يعجبس الحال ميمي بوركي بنت مجموعة من ولاد وانسي حتى الشيء تعيش ديال الجارة المغربية. اي ولاد تسمى غاس الدبلوماسيان ديال مهندسين فنانون الى اخره دي مغربيين يهزون الخدمة جميع باش تسمى ربما تحاول تبدل الصورة النمطية الى سن المغربيين لا في اسبانيا لا في المغرب بوركي حتى في المغرب خصنا نشي نجيج المجهود قرات باش تسبين انه المهاجر من المغرب يوقع سجن التطور ضرب قرات ودغيم بو انت لا غياس نحس بيه حتى لا غياس الزماكري نير سوينت طاول كاسين القاب تسمى تشقوبات نعم ايوا تشقوبات تاع قرح قلب تصير الخير خير الشيء قليل نعم وفي نفس الوقت يعني شي المراجع الدراسيه تاعنا هو سبون سبون المراجع السواء مثلا الهجره المغربيه تاريخ الهجره خلا بالو راجوتي الناس الهجره بالنسبه وتجي الاقتصاد المغربي هو بركي نهار تسمى المؤسسات من السوار تسمى السوار تغاخ 8 في السكين المهاجري يتسالح شويه لان بين الحوايج المغرب كودا المغرب زاد في السبعه بلاصه تسمى بين الجن كودا في السك التمير ولكن بين الجن كودا في السك العلم هذه السك المعرفه هذه السك الابتكار هذه يعاود المجالات نهار التسيير نهار الحكمه نهار السوارق الجهويه المتقدمه الجهويه المتقدمه شي السن باللي تخصصت براسي راسي اللي خصص بنقا الموارد البشريه المؤهله لان مرة الدراسات يمكن بك الدولي مؤسسات عالميه مستقله قالت انه المشكل العالم الثالث هو مشكل مادي فقط ولكن مشكل تسيير وحكمه جيده.